السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله ضمن حلويات العيد السهلة أو الاقتصادية غادي نحضر معكم هذه الحلوى اللي كتجي رائعة جدا، لا في الشكل ولا في المذاق، سهلة جدا في التحضير وكتعطي كمية وفيرة جدا. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها. شيء غادي نوجدوا المكونات. هنايا طحنت نص كاس ديال السكر واحد شويه، وغادي نطحن جهد كاس من البسكوي. انا استعملت هنا بسكوي بالكوك، ممكن ديروا اي بسكوي بغيتوا، لكن بالكوك يكون احسن. غنطحن كيف قلت جهد كاس وغنطحنوه مزيان، وضروري نجبدوا الزبده او المارغرين اللي غادي نستعملوا من الثلاجه باش تاخد حراره المطبخ وما تعذبناش ملي نبغيو نخدموا بها. صافي غنستمر كنطحن مزيان، ولا عندكم طحانه ما كتطحنش غربلو كما لاحظتوا هنايا كاس تاع او في اي اناء بغيتو تخدمو. غادي نضيفو السكر. بالنسبه للسكر انا نقصت الكميه عمدا، بغيتها تجيش حلوه بزاف. ممكن طبعا تزيدو ديرو كاس. غنوجدو باقي المكونات باش تكون حدانا، كاس الزيت، جوج بيضات غادي نوضعوهم بهذا الشكل باش نبداو نخلطو، لقاو المكونات كلها حدانا واجده. غنغربلو كذلك الدقيق، وغادي نضيفو القليل من الملح، يعني هي شويه غير قبيصه ديال الملح ماشي بزاف. وغادي نضيفو المارغرين او الزبده. انا استعملت هنا زبده، ممكن تستعملوا مارغرين لينه ماشي المارغرين ديال التوريق. غادي نديرو 250 غرام اللي غنقطعها مربعات او مكعبات، ونحاولوا ندمجوها مع السكر مزيان. كيف قلت بالنسبه للزبده نجبدوها من قبل باش دغيا كتخدم لينا. راني جبدتها شويه معطله، نحاول معها. وغادي نضيفو بعد ما خدمنا وحصلنا على بوماد كاس من الزيت ما يعادل تقريبا 200 مليلتر. من المكونات غادي نكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. نحاولوا ندمجوا الزيت مزيان حتى ما كتبقاش باينه. انا مازال كنحاول الزبده نقادها. وغادي نضيف في الاخير بيضتان، وغنستمر كنخلط. ممكن في هذه المرحله نستعملو خلاط يدوي، انا كنخدم غير يدي. وغادي نضيفو كيس من الفلون، انا استعملت هنا فلون بالسكر، ممكن تستعملو فلون عادي صغير، كاس من البسكوي وكيس من خميرة الحلويات، وغنجمعو بالدقيق. صافي هادو هما المكونات اللي كاينين. الفلون مع البسكوي كيعطيو مذاق زوين بزاف. فغنستمر كنخلط وكنضيف الدقيق حتى نحصل العجينة رطبة ومجموعة في نفس الوقت، ما تقصحوهاش باش يكون الحلوى ديالكم زوينة، وفي نفس الوقت ما تعذبكمش من تبغيو تشكلوها تبقى كتفرتت. بالنسبه للدقيق تقريبا واحد 700 حتى 800 غرام، يعني ما كنعطيش دائما كيف كنقول لكم القياس مضبوط على حساب النوعيه ديال الدقيق، البيض اللي كنستعملو، الكاس اللي كنعبرو به. فهادو عوامل كامله كتحكم. العجينه كما كتلاحظوا رطبه ومجموعه، كنشكلو بها كما كتلاحظوا كويرات بكل سهوله. ونبداو مباشره كنقادوها. كنحتاجو اما سكر اما كوك اما سكر وكوك اللي بغيتو دوزوها فيه، وتستعملو طابع اللي متوفر عندكم، يعني لكم الاختيار. هنا دابا ميمكنناش نشريو الطوابع، وغادي نوريكم كذلك بالسكين فقط بالموس كيفاش تشكلو غريبه او الحلوه ديالكم. دابا تحتاجو الطابع حيت ماشي كلشي عنده الطوابع. انا غنستعمل هذا الشكل هذا، وغنضغط مزيان. غنحاول المره الجايه نقص من الكويرات باش ما يجنيش داك الجوانب زايدين، ونوضع صفيحه ديال الفرن مفرشه، وممكن كاع ما نفرشوهاش ماشي مشكل، بورق الطبخ. صافي غنستمر بنفس الطريقه، واحسن حاجه هي اننا نشكلو العجين كامل كويرات وعاد نبداو ندوزوه ونشكلوه. من الاحسن باش ما نبقاوش كل مره كندعو يدينا داك الخليط ونهزوه في يدينا كذلك ونعاودو أنا نضو نكوروه غيبقى يعذبنا. لذا شكلو كلشي وعاد قادوه.
غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو لها بالموس فقط، وتعطينا شكل وريضه مزيان. طلعتو كورت العجين كامل، وغادي ناخذ سكين ونبدا بهذا الشكل. ممكن عندكم طابعة الشهداء تستعملوه. صافي حتى كيعطينا هكذا، وندير حفره في الوسط اصلا حتى الشكل الاخر اللي درت في الطابعه غادي ندير له كامل حفر. ممكن تزيدوا اكثر ضربات ديال الموس، انا وريتكم اكزومبل فقط. صافي غادي نستمر نقاد بالطابع حتى نسالي العجين كامل. يعني هذه العمليه راها سهله، بلا ما نحتاجوا لا ندلكوا بمدلك لا نقطعوا بشي طابع. سالي كنحاول غير بصبعي اولا بشي حاجه نحفر الوسط باش من بعد منين طيب نعمروها بالشوكولاط. ممكن تخليوها هكا، وبالنسبه ليا داك الشوكولاط كيعطي اضافه احسن للحلوه، لا من حيث المذاق ولا من حيث الشكل. صافي غادي نستمر حتى نشكل فيهم كلهم ثقوب، وفي هذه الاثناء نشعل الفرن غازي او كهرباء، اننا نطيبهم في الغازي. درت يعني صفيحه كبيره باش مره واحده نطيبهم، او ممكن كهربائي. العافيه دائما تكون مهيله باش يطيبوا على خاطرهم، يجي لونهم محاد ما يتخطفوش من التحت عاد من الفوق. تقريبا 180 او 200، انا طيبتهم في 180 ورديت لهم البال، تطابوا من التحت عاد حمرتهم من الفوق، وكنجبدوهم من بعد ونزينوهم. نشوف نحاول نبعدهم طبعا باش ما يتلصقوش لنا فيهم كيس من خميرات الحلوى. وبالنسبه للشوكولات الاخوات اللي عندهم مشكل فيه، تنصحكم بهذا النوع، هذا تيكون قطع صغيره وتيدوب بكل سهوله وحتى المذاق ديالو زوين، هو ايكونوميك. وطبعا ممكن تستعملوا الشوكولات العادي اي نوع كتفضلوه وكتبغيوه. صافي غنمشي ندوبو، وكما العاده كندوبو مباشره على النار. انا استعملت هذه الكميه ولا احتاجيت نزيد، كيف قلت راه يدوب بكل سهوله، كنضيف معاه القليل من الزيت اختياري. هذا النوع هذا ممكن انا ندوبوه بلا زيت، ونبقى كنحرك على نار مهيله حتى كيدوب، ما ياخذليش الوقت بزاف. كان عندكم قطع كبار غتستمروا بنفس الطريقه تتحسوا به ذاب. ومشيو بعد ما كطيب الحلوه وكتحمر وكتبرد، ما تقيسوهاش حتى تبرد طبعا، نعملوا دوك الحفار. ممكن تستعملوا اي حاجه، ممكن تستعملوا مربى، ممكن ديروا شوكولاط ابيض اللي بغيتو، ممكن ديروه في بلاستيكا او في شي قريعات اللي كتعمروا بهم الشوكولاط. انا غنستعمل غير الملعقه، وغنستمر حتى نعمر الحفار كاملين، وقبل ما يجمد او يبرد نضيفوا شي اضافه اللي كتبقى اختياريه على حساب الرغبه. يمكن نزينو بريميسال، يمكن نديرو كاوكاو مهرمش او لوز او كوك محمر او اللي كان. انا درت هنا شويه ديال الكاوكاو محمر غير قليل فقط باش نهرسو ديك الكحوليه. صافي كتكون الحلوه ديالنا جاهزه بعد ما طبعا كيجمد هذاك الشوكولاط. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ، هنا السؤال دائما كيجيني، فهاد البحال هاد الحلوه هادي ما غتحتاج لا مجمد لا غتبقى مده طويله، غير نديروها في واحد العلبه حتى كتبرد تماما، وكنغلقوا عليها وكنخليها في واحد المكان اللي هو جاف ما يكونش فيه الرطوبه، كتبقى مده طويله. وكما لاحظتوا راها سهله جدا في التحضير وكتجي لذيذه. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الدعم والتشجيع، وعلى اللقاء في وصفه وفي فيديو قادم ان شاء الله. عواشركم مبروكه.